السلام عليكم ورحمة الله، معكم أخوكم كويت آيفون. وصلني إيميل من واحد من الإخوان يطلب مني شلون نقدر نحط الفويس ميل نشغله على الآيفون. طبعا مثل ما احنا عارفين ان خدمة الفويس ميل أو الفيجوال فويس ميل موجودة بس بأمريكا، والدول اللي تشتغل فيها خدمة الفيجوال فويس ميل. مثل ما احنا شايفين في عندنا الفويس ميل بالفون، اذا ضغطنا عليه ما راح يشتغل، cannot connect to voicemail، لان الخدمة مو موجودة عندنا. فاذا حبينا ان احنا نوصل الفويسميل مالنا على خدمة الفويسميل اللي موجودة بالتليفون، لكن بطريقة بدالة ان مثلا ندخل على الكيباد ونضغط الرقم وندخل على الفويسميل، مجرد ان احنا نضغط على الايكون هذه يدخلنا على الفويسميل. في عندنا كود راح نحطه هو اللي راح يدخلنا على الفويس ميل. الكود هو نجمة 5005 نجمة 86 نجمة. بعد النجمة هذه نحط رقم الفويس ميل لشركة الاتصالات. على سبيل المثال زين الفويس ميل مالها بالكويت 117، وبعدين راح نضغط مربع. بعد ما نكون دخلنا الكود، طبعا الرقم هذا 117 تدخلون في رقم الفويس ميل لشركة الاتصالات مالتكم، ونضغط كول. راح يحط لنا اوكي الورنينج، نضغط على الفويس ميل. مثل ما احنا شايفين دخلنا على الفويس ميل. جرب نشوف مرة ثانية. وبكذي نكون سوينا اكتيفيت حق الفويس ميل اللي موجود بالتليفون. مجرد ان نضغط عليه راح يدخلنا على الفويس ميل مثل ما احنا شايفين. اوكي، اذا ابي امسح هذه الخدمة شلون ان انا اقدر امسحها؟ اذا حطيتها ما ابي استخدمها مرة ثانية، ابي امسحها. الكود اللي راح ندخله هو مربع مربع 5005 نجمة 86، وبعدين نضغط على مربع ونضغط كول. راح تروح الخدمة من التليفون مثل ما احنا شايفين. وان شاء الله تكون هذه الخدمة فادتكم وهذا الفيديو فادكم. اللي عنده اي استفسار او اي شيء يبي يعرفه بخصوص الايفون لا يتردد يدز لي ايميل، وان شاء الله اسوي له الفيديو عنه باقرب وقت. ويعطيكم العافية ومشكورين.